قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاء. هنا عدة قيود ذكرها المؤلف. قوله إن قتل، إن قتل، فهنا يخرج ما عدا القتل كالتنفير والضرب والإيذاء ونحو ذلك مما هو دون القتل. وقوله صيدا خرج به ما لو قتل غير الصيد، كما لو قتل آدميا فهل يفسد حجه أو يجب فيه الفدية؟ نعم، هل يجب لو قتل آدميا؟ ما يجب. لو قتل جنيا يجب عليه شيء؟ لا يجب، لأن الآدمي والجني لا يدخلان في مسمى الصيد. وألا يتصور قتل الجني والآدمي قبل المحرم؟ هل يتصور؟ هل يتصور قتل الآدمي والجني من قبل المحرم؟ تصور. يمكن أن يتنازع محرمان فيقتل أحدهما الآخر، ويمكن أن يقرأ محرم على منفوس بجن حتى يقتله، حتى يقتله إما بالقرآن أو بالفصل. فإذا القاتل ممكن يكون. فتعبير مؤلف بالصيد خرج به ما عدا الصيد. قوله مأكولا، قوله هنا مأكولا، هذا على المذهب، وإلا فعند المالكية والحنفية أن جميع البهائم صيد يحرم قتلها. وأما المذهب وعند الشافعية أن الصيد هو مأكول اللحم فقط، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، لأن الجزاء إنما كان مما أبيح أكله، فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومعلوم أنه لا يكون إلا مما أبيح أكله بالنسبة للجزاء، فكيف يكون الجزاء مما أبيح أكله فيما لا يباح أكله، فيما لا يباح أكله؟ فالحاصل أن الصواب أن الصيد هو مأكول اللحم، مأكول اللحم، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها مما أجازه الشارع كالضبع والأرانب وغيرها من الأشياء المعروف شرعا أنها مباحة الأكل، فهذه تدخل في مسمى الصيد. قال: مأكولا أخرج ما ليس مأكولا كالسباع وغيرها مما هو محرم، سواء حرم لكونه من السباع أو حرم لغير ذلك كالنجاسة وغيرها مثل الخنزير والكلب وغيره. قوله بريا أخرج ما لو كان الصيد بحريا. قوله أصلا تعود على البري، يعني أن يكون بريا أصلا. كيف بريا أصلا؟ نقول لأن الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما برية وإما مائية أو تجمع بين الأمرين برية ومائية. فهنا اشترط أن يكون الصيد ماذا؟ أن يكون الصيد بريا أصلا، خرج به ما لو كان مائيا وما لو كان مائيا بريا كالسلحفاة وغيرها مما يجمع بين البر والبحر، أو كلب البحر أو فرس النهر، هذه تجمع بين البحار والبراري. فالمؤلف لا يراها، لماذا؟ لأنهم يغلبون جانب البحر، يغلبون جانب البحر، والله سبحانه وتعالى قال: أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر. وإلا بعض أهل العلم يرى أنه إذا صيد وهو في البر أخذ حكم البر، وإذا صيد وهو في البحر أخذ حكم البحر. قال: فعليه جزاء. فعليه جزاء ايش؟ جزاء الصيد. وما هو جزاء الصيد؟ سيأتي معنا ان شاء الله بعد قليل. بقي معنا قتل الصيد للمحرم، مر معنا على انهم محظورات الاحرام، لكن هل فصلنا فيه؟ نقول صيد المحرم
محرم بالإجماع، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأنتم حرم. هذه الآية دالة على تحريم قتل الصيد على المحرم. ثم ذكرنا أقسام الصيد فيما مضى، هذا مر معنا، لكن يبقى معنا مسألة: هل النص هنا في قوله ومن قتله منكم متعمدا مقصود لذاته فيخرج من لم يكن متعمدا فلا يجب عليه شيء أم لا؟ المسألة على قولين، المسألة على قولين، لكن الصواب في هذا والله تعالى أعلم أن من قتل خطأ فإنه لا يفدي، لا تجب في حق الفدية. والدليل نص الآية، إن الله يقول: ومن قتله منكم متعمدا، ومن قتله منكم متعمدا. الجمهور قالوا إن الآية خرجت مخرج الغالب، مخرج الغالب، لأن في الغالب أن القتل يكون متعمدا، لأن القتل يكون من باب التعمد. ويقولون لهذه المسألة نظائر في الشريعة. القتل، قتل الآدمي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. ومعلوم أن العمد معلوم جزاؤه، لكن الخطأ هل يعذر فيه؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه فيه الدية والكفارة، يجب فيه الدية والكفارة. فقالوا حتى القتل هنا وهو قتل خطأ لم يسقط عن العقوبة، لكن نقول هنا فرق بين الآدمي والصيد، فالآدمي جاء النص في العمد وجاء النص في الخطأ، ومن كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، إلى آخر الآية. فنصت على القتل خطأ، وهنا لم تنص على قتل الخطأ. ثانيا نقول لهم: إن قلتم الآية خرجت مخرج الغالب، فنقول إن الله سبحانه وتعالى لو أراد الخطأ لقال: ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم. حينئذ يدخل فيه العمد والخطأ، أليس كذلك؟ ثانيا إن التقييد بالعمد هنا أليس يثير إشكالا لدى الصحابة، فيكون مفهوم العمد له مفهوم أن الخطأ لا شيء فيه، ومع ذلك لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطأ، لم يسألوا عن قتل الخطأ. وهذا الإشكال، وإذا كانت المسألة فيها هذا الإشكال، يكون من باب تأخير بيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القول الصواب في هذه المسألة أن الذي يجب فيه الفدية هو القتل العمد فقط، وأما قتل الصيد خطأ فلا يجب فيه الفدية، لكن قد يجب فيه الجزاء متى؟ إذا كان مملوكا فتكون فيه القيمة أو المثلية لصاحب الملك، صاحب الملك. بقي مسألة في الصيد، المحرم إذا أهدي له صيد وهو محرم فما الحكم؟ فما الحكم؟ المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا يحرم الأكل مطلقا لعموم الآية، لعموم الآية. والقول الثاني قالوا يباح الأكل منه مطلقا، يباح الأكل منه مطلقا. واستدلوا لهذه المسألة بما جاء عند مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله أنه كان مع قوم محرمين فباتوا وأهدي لهم طير فاختلفوا فيه، فمنهم من أكل ومنهم من لم يأكل. فلما استيقظ طلحة استفتوه في ذلك فقال: قد أهدي لنا مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قالوا: دل هذا على جواز أكل الصيد، أكل ما يهدى للمحرم من الصيد، أكل ما يهدى للمحرم من الصيد إذا صاده حلال. هذه المسألة فيما إذا صاده حلال، أما إذا صاده محرم فهذه صيده محرم. لماذا؟ لأنه محرم، لأنه محرم، لكن نقول إذا صاده حلال. أما القول الثالث قالوا المسألة فيها تفصيل،
إن كان الصيد صاده الحلال لأجل المحرم حينئذ لا يجوز، وإن كان لم يصده لأجل المحرم وإنما صاده لأجل الحلال ثم أهدى منه محرما حينئذ يجوز. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل على هذا حديث الصعب رضي الله تعالى عنه حينما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده النبي صلى الله عليه وسلم، كان أهداه إليه بودان أو بالأبواب في الصحيحين، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى من نفسه قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، إلا لأن حرم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صيد صيد لأجله صيد لأجله. ثم إنه قد جاء في الحديث الحسن عند النسائي وأحمد وغيرهما في السنن وصححه غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا الحديث حجة فاصلة في الجمع بين النصوص المطلقة في هذه المسألة. فنقول إذن القول الصحيح هو القول الثالث الذي يقول بالتفصيل، إن صيد هذا الصيد لأجل المحرم فحينئذ يحرم أكله على المحرم، وإن لم يصد لأجله فلا بأس حينئذ من أكله. وأما إذا صاده محرم فإن الصيد هنا الصواب فيه أنه يكون ميتة محرم، محرم فيكون ميتةً.